فعندنا مثلا كتاب حكايات آل عمران ده طبعا هو من جزئين بس داخليين. فالجزء الأولاني هو موجود عندنا قصص الأنبياء، عندنا فكرة الكتاب قصص الأنبياء أهم ملامح بني إسرائيل. الفصل الأول سيدنا عمران المنسي بين التفاسير والأنبياء، وبعدين بداية الحكاية سيدنا عمران وأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين آل إبراهيم والحقيقة تاعها إنه هو رسول. والفصل الثاني عندنا القصص الأدبية لآل عمران، فعندنا قصة عمران وزوجه، وبعدين قصة زكريا، وبعدين قصة يحيى، وبعدين الفصل الثالث آيات قرآنية والسنة النبوية الشريفة من قصص الأنبياء وبيان سبب قتل سيدنا يحيى عليه السلام. وبعد كده عندنا الفصل الرابع عندنا من الكتاب المقدس إنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل مرقس، قالوا إيه بالنسبة له؟ ده قصة سيدنا زكريا ويحيى. والفصل الخامس كان في الميزان بين الآيات القرآنية والكتاب المقدس. والفصل السادس مريم.